السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلابنا الأعزاء، طلاب كيمياء السنة التحضيرية، أهلا بكم في محاضرة جديدة من محاضراتنا كاف 110 كيمياء السنة التحضيرية، ومعاكم دكتور وليد. النهاردة هنتكلم في الباب التاسع عن الروابط. الروابط، عشان نتكلم عن الروابط لازم الأول نتكلم عن حاجة اسمها الفالنس إلكترون. يعني احنا بنقسم الالكترونات اللي موجوده في التوزيع الالكتروني او الالكترونات اللي موجوده في الذره الى نوعين، نوع اسمه كور الكترون او مدارات داخليه، ونوع تاني اسمه فالنس الكترون او مدارات خارجيه. يبقى الالكترونات اللي جوه الذره في منها نوعين، الالكترونات اللي موجوده في اخر مدار بتسمى الفالنس الكترون او الكترونات التكافؤ. الفالنس الكترون هي الالكترونات اللي بتشارك في تكوين الروابط، وهي الالكترونات اللي بتدخل عندنا في عمليه تكوين الروابط عندنا، فبالتالي هي اللي تهمنا بصوره خاصه. لو جينا بصينا على التوزيع الالكتروني هنلاقي ان العناصر اللي موجوده في المجموعه الاولى بينتهي توزيعها الالكتروني ب NS1، يعني في الاس اوربيتال الاخراني في الكترون واحد، فعدد الفالنس الكترون الكترون واحد، وبالتبعية في المجموعة الثانية هيبقى فيه الكترونين، وفي الثالثة الاس هيكون اتملى والبي يبتدي يتملي فيدخل جوه البي واحد الكترون. يبقى عدد الفالنس الكترون ببساطة هو رقم المجموعة، يعني لو انت في المجموعة الرابعة عندك 4 فالنس الكترون وهكذا، في الخامسة عندك 5، في الستة عندك 6 وهكذا، اما المجموعة السابعة فعندك فيها 7 فالنس الكترون بيشاركوا في تكوين الروابط. يبقى بمنتهى البساطة رقم المجموعة هو عدد الفالنس الكترون أو عدد الالكترونات اللي بتشارك في تكوين الرابطة. بقية الالكترونات تعتبر كور الكترون أو مدارات داخلية ما بتشاركش في تكوين الروابط. عشان نرسم شكل المركب، ففي طريقة هنرسم بيها شكل المركب بنسميها لويس ستراكشر. لويس ستراكشر بيعمل إيه؟ بيفترض ان كل الكترون من الكترونات الفالنس الكترون بيتعبر عنه بنقطة. يعني لو انت عايز ترسم اي ذرة بتشوف فيها عندها كام فالنس الكترون، وتبتدي تحط نقطة لكل فالنس الكترون، وبالتالي في كل الكترونات المجموعة، كل ذرات المجموعة الاولى هيبقى عندها واحد فالنس الكترون فهنحط لها نقطة واحدة، والمجموعة التانية هيبقى عندها اتنين. طبعا الهيليوم كتوزيع الكتروني يعتبر 1s2، يعني تبع المجموعة الثانية، عشان كده عنده الكترونين. المجموعة الثالثة 3، الرابعة 4 وهكذا. يبقى كل فالنس الكترون حط له نقطة، وبما ان الفالنس الكترون مساوي لرقم المجموعة فالمجموعة الستة هيبقى فيها 6 فالنس الكترون وهكذا. تمام، ده اول خطوة من خطواتنا في رسم الفالنس لويس ستراكشر. احنا بنشوف الفالنس الكترون ويعبر عن كل واحد فيهم بنقطة. طيب ايه الخطوات اللي بعد كده؟ نشوف المركب اللي عندنا نوعه ايه. الروابط اللي عندنا 3 انواع اساسية، نوع اسمه رابطة ايونية، وده بيتكون عندنا زي ما قلنا في الباب في الابواب السابقة، عبارة عن مركب بيكون فيه ايون موجب وايون سالب، يعني مثلا ميتال مع نون ميتال زي الليثيوم فلورايد. الليثيوم ده عبارة عن ميتال والفلور ده عبارة عن نان ميتال، وبيحصل انتقال كامل للإلكترون بتاع الليثيوم للفلور. طبعا الليثيوم في المجموعة الأولى عنده إلكترون واحد في الفالنسي، والفلور في المجموعة السابعة عندها 7، بينتقل إلكترون من الليثيوم ويتحول إلى أيون موجب إلى الفلور اللي بيتحول لأيون سالب. ده كده رسمة الإيه الأيونيك كومباوند بتاعنا. لاحظ ان كل المركبات الايونيه هتكون نفس الفكره تقريبا، يعني مثلا لو عندك الومنيوم اوكسايد هتلاقي الميتال بردك فقط الكترونات والاوكسايد اكتسبت الكترونات، وبما ان الاكسجين في المجموعه السادسه فهيكتسب الكترونين وهيبقى عليه شحنه ناقص 2. يعني كل الايونيك كومباوند عباره عن ايون موجب مفيش حواليه الكترونات، وايون سالب اكتسب عدد من الالكترونات علشان يبقى حواليه كام؟ عشان تبقى مداراته ممتلئه ويبقى حواليه 8، 8 الكترونات. ليه ممتلئه ب 8؟ لان الاس بياخد 2 والبي بياخد 6، فهو بيقلد الغازات الخامله
بانه يبقى مداراته ممتلئه ويبقى حواليه 8. عشان كده الاكسجين في المجموعه السادسه هيبقى عليه ماينس 2. ده بالنسبه للروابط الايونيه. سؤال بسيط سريع كده بيقول لك ذره في جراوند ستيت عندها العدد الذري بيساوي 5، اختار اي من الاشكال الاتيه يعبر عن لويس ستراكشر بتاعها. طبعا انت هتقول 5 الكترونات، تروح مختار دي، وطبعا الاجابه دي غلط. ليه؟ لانه ما قالش ان الالكترونات بتاعتها 5 بس. خلي بالك هو قال ذره اتوميك نمبر بتاعها 5. 5 يعني ايه الاتوميك نمبر 5؟ يعني عدد البروتونات 5. فبما ان الذره هنا متعادله يبقى عدد الالكترونات كمان 5. ولكن الالكترونات دي ما بتكون موجوده ازاي؟ ها 1s2 2s2 كده 4 فاضل 1 2b1. يعني هي عندها 3 الكترونات في الفالنسي و2 الكترون في الكور. هو ما قالش ان الالكترونات الخمسه في الفالنسي، هو قال عدد الالكترونات الكليه 5، 2 منهم في المدارات الداخليه و3 في المدارات الخارجيه. عشان اعرف بقى في كام في المدارات الداخليه وكام في المدارات الخارجيه، محتاج اكتب التوزيع الالكتروني بتاع الذره عشان اشوف المدار الخارجي اللي هو رقم 2 في كام في كام الكترون، فيطلع عندي 3 الكترونات. يعني الذره دي موجوده فين يا جماعه؟ موجوده في المجموعه الثالثه، وبالتالي يبقى الاجابه الصح بتاعتها هي سي اللي عندنا، وهو عباره عن 3 فالنسي الكترون. يبقى هنا بناكد على المعلومه اللي قلناها في بدايه المحاضره، وهي ان الفالنسي الكترون والكور الكترون الاثنين مع بعض بيدونا الالكترونات الكليه اللي موجوده جوه الذره. جميل جدا. طيب في نوع تاني من الروابط غير الروابط الايونيه بيسمى الروابط التساهميه. الروابط التساهميه ده في منها نوعين، لكن الاول بس نبتدي نتكلم على الروابط التساهميه بصوره عامه. بنقول ان الروابط التساهميه هي ان الايه الالكترونات تتشارك، الذرات تتشارك في عمل رابطه، وبنعبر عن الرابطه دي بشرطه. يعني على سبيل المثال ذره الفلور في المجموعه السابعه لو عملت رابطه مع ذره فلور تاني في المجموعه السابعه، فايه اللي بيحصل؟ كل ذره منهم بتشارك بالكترون عشان تكون رابطه. يعني الرابطه اللي هي السنجل بوند ديت بتبقى عباره عن الكترونين اتنين، الفلور ادت الكترون والفلور الثانيه ادت الكترون. الكترونين الرابطه اللي اتكونوا هنا دول كونوا لنا سنجل بوند او رابطه تساهميه احاديه. الرابطه التساهميه اللي انت شايفها قدامك الاحاديه دي الالكترونات بتاعتها ما بيبقوش بين الذرتين، ولكن في الحقيقه بيبقوا موجودين فين؟ بيلفوا حوالين الذرتين الاثنين. يعني الكترونات الرابطه ديت موجودة في الحقيقة فين؟ موجودة حوالين الذرتين الاثنين. يعني موجودة حوالين الذرة الأولى وموجودة حوالين الذرة الثانية. فبتتحسب هنا وبتتحسب هنا. يعني الذرة الأولى دي حواليها 6 إلكترونات زائد إلكترونين الرابطة، والرابطة والذرة الثانية حواليها 6 إلكترونات زائد إلكترونين الرابطة، يعني كل ذرة من الاثنين بقى حواليها 8، وبكده قلدت الغاز الخامل أو المجموعة الثامنة وبقت مستقرة. يبقى الذرات كلها ببساطة شديدة في لويس ستراكشر بتحاول يكون حواليها 8 الكترونات علشان تكون ذره مستقره. ده مثال بسيط للروابط التساهميه. طيب احنا لسه هناخد بعد كده ازاي نرسم الروابط التساهميه بتاعتنا، ولكن تعالى نتكلم شويه على انواع الالكترونات. احنا قلنا ان الالكترونات نوعين، كور الكترون وفالنس الكترون. الفالنس الكترون هي اللي بتشارك في تكوين الروابط. ممكن نقسم الفالنس الكترون لنوعين اتنين برضه، بوندنج الكترون ونون بوندنج الكترون. البوندنج الكترون هم اللي دخلوا في تكوين الرابطه في الحاله بتاعتنا بتاعت الفلور دي، عباره عن الاثنين اللي كونوا السنجل بوند. والنون بوندنج الكترون هم الالكترونات اللي فضلت ما كونتش روابط. يعني في المثال بتاعنا ده لو بصينا عليه هنلاقي ان الفلور كل ذره منها عندها 6 نون بوندنج الكترون. لو كل اتنين منهم عملوا زوج من الالكترونات فهيعملوا 3 لون بير من النون بوندنج الكترون. يبقى المركب ده ككل عنده 3 لون بير على ذره الفلور و3 لون بير تانيين على ذره الفلور التاني. يبقى اللون بير دي هي عباره عن عدد الالكترونات اللي ما شاركتش في الروابط اللي هي النون بوندنج الكترون ومقسومه على 2. اما الالكترونات اللي شاركت في الروابط فدي البوندنج الكترون. يبقى احنا كده قسمنا الفالنس الكترون الى نوعين، بوندنج ونون بوندنج. طيب لو انا عندي اكتر من رابطه
زي مثلا جزيء الميه، ده عباره عن ذره اكسجين وذرتين هيدروجين بيكونوا روابط. ازاي؟ الالكترون بتاع الهيدروجين مع الكترون من الاكسجين يبتدوا يعملوا رابطه، والكترون تاني من الاكسجين مع الكترون من الهيدروجين التاني يبتدوا يعملوا رابطه. كل رابطه زي ما اتفقنا محتاجه الكترونين، فهيفضل عند الاكسجين 4 الكترونات ما شاركوش في الروابط، اللي هم 4 non-bonding electron او 2 lone pair. لو قسمنا النون بوندنج على 2 يطلع لك عدد اللون بير. لو سالتك في كم لون بير الكترون على الهيدروجين اتوم اللي موجوده في ذره الميه او اللي موجوده في جزيء الميه، هتقول لي 0، مفيش لون بير خالص. طيب لو سالتك المركب بتاع الميه ده في كام بوندنج الكترون، هتقول لي 4. لو سالتك في كام سنجل بوند، هتقول لي 2. كل رابطة من السنجل بوند احتاجت الكترونين علشان تتكون، وبالتبعية لو حاولنا نعد الالكترونات اللي حوالين كل ذرة هنلاقي ذرة الاكسجين حواليها 8 عشان تبقى مستقرة. جم منين التمانية دول؟ 2 من البوندنج و2 من البوندنج التانيين، لان البوندنج الكترونز الاولانية بتلف فين يا جماعة؟ بتلف حوالين الذرتين دول، البوندنج دي بتلف حوالين الذرتين دول فبتحسب هنا تحسب هنا، والبوندنج التانية دي بتلف حوالين الذرتين دول فهتتحسب هنا وتتحسب هنا. يبقى الأكسجين حوالي 4 جايين من البوندنج و4 جايين من النون بوندنج، فحوالي 8، يعني مقلد الغاز الخام. الهيدروجين هتبص تلاقي حواليه في الكترونين 2 بس، لأن بيبقى فيه حوالي الكترونين الرابطة زي ما أنت شايف. طيب هل كده الأكسجين مستقر؟ هل كده الهيدروجين مستقر برغم إن ما حواليهوش غير الكترونين 2 بس؟ آه. ليه؟ لأن الهيدروجين ما عندوش غير المدار S، فبيقلد الغاز الخام اللي هو الهيليوم وبيكتفي باتنين عشان يكون مستقر. يبقى كل الذرات محتاجة 8 عشان تكون مستقرة، ما عدا الهيدروجين محتاج 2 بس علشان يكون مستقر، لأن الهيدروجين بيقلد الهيليوم اللي هو أول واحد في مجموعة الغازات الخام. طيب لو أنا عندي أنواع تانية من الروابط غير السنجل بوند، في دبل بوند، والدبل بوند دي كل دبل بوند منهم عبارة عن رابطتين، يعني محتاج الكترونين عشان يتكون. يعني على سبيل المثال لو بصينا على لويس ستراكشر ده اللي احنا لسه هنتعلم ازاي نرسمه، هنلاقي بين ذرة الكربون والاكسجين في رابطتين، بنسمي الرابطتين دول دبل بوند او رابطة ثنائية. طيب الرابطة الثنائية دي يا جماعة عبارة عن ايه؟ محتاجة 4 الكترونات عشان تتكون، 4 بوندنج الكترون، والرابطة الثنائية التانية محتاجة 4 الكترونات علشان تتكون. فهيجوا منين الـ4 الكترونات دول؟ هيجي 2 من كل ذرة، يعني الرابطة الثنائية دي الكترونين جم من الأكسجين والكترونين جم من مين؟ من الكربون. والرابطة الثنائية دي الكترونين جم من الكربون والكترونين جم من الأكسجين عشان تبتدي تتكون الرابطة الثنائية دي. طب لو أنا عندي رابطة بقى أقوى من الرابطة الثنائية اللي هي بيسميها إيه؟ الرابطة الثلاثية، يعني التريبل بوند، هتبص تلاقي محتاجة كام عشان تتكون؟ لو كان السنجل بوند محتاجة الكترونين والدبل بوند محتاجة 4 الكترونات، فالتريبل بوند محتاجة 6 الكترونات زي ما احنا شايفين في المثال اللي عندنا تحت. طبعا الرابطة الثلاثية او التريبل بوند اقوى من الدبل بوند، اقوى من السنجل بوند. ايه المقصود بان الرابطة دي اقوى؟ ده عشان نشرحه نبتدي نتكلم عن حاجة اسمها طول الرابطة او البوند لينث. لو انا عندي ذرتين ما وجيت قست المسافه بين السنتر بتاع الذره الاولى والسنتر بتاع الذره الثانيه، فالمسافه دي بنسميها البوند لينث. طبعا لو الذرتين زي بعض وقسمنا المسافه دي على 2 هيطلع لي الراديوس بتاع ذره الهيدروجين. لو انا عندي ذرتين مثلا زي ولتكن الكربون كربون، بص كده ممكن يكون بينهم رابطه احاديه او ثنائيه او ثلاثيه. الرابطه الثنائيه او الدبل بوند اقوى من الرابطة الثلاثية، سوري، الرابطة الثنائية أقوى من الرابطة الأحادية، والرابطة الثلاثية أقوى من الرابطة الثنائية. يبقى بما إن الرابطة الثنائية أقوى من الرابطة الأحادية، فأتوقع إن الرابطة الأحادية تكون طويلة، ثم الرابطة الثنائية تكون أقصر شوية، ثم الرابطة الثلاثية تكون أقصر شوية. ليه؟ لأن قوة الرابطة معناها إن الذرات مرتبطة ببعض أكتر، فالمسافة تكون أصغر، وده اللي حصل فعليا. الرابطة السنجل بوند ضعيفة فطويلة، طولها 154. الرابطة الثنائية أقوى فأقصر، الرابطة الثلاثية أقوى فأقصر.
وحدة قياس اللي هو مستخدمها هنا بتسمى البيكوميتر، في وحدة قياس تانية اسمها للطول اسمها الأنجستروم، ودي عبارة عن 10 أس ناقص 10 من المتر. دي وحدة قياس للأطوال فقط اسمها الأنجستروم، ودي عبارة عن 10 أس ناقص 10 من المتر. طيب يبقى دي المعلومة الأولى اللي عندنا. طب تعالوا نشوف معلومة تانية كده بسيطة. لو أنا سألتك قلت لك يا ترى السي سنجل بوند سي ولا السي سنجل بوند او، مين فيهم اللي أطول أو الأقصر؟ خلي بالك الاتنين فيهم سي يعني كربون، الاتنين فيهم سنجل بوند، أمال إيه الفرق بين الاتنين؟ واحدة فيها ذرة أكسجين واحدة فيها ذرة كربون. طبعا لو الذرة أكبر فالمسافة هتكون أكبر. طيب أنا أعرف منين الذرة الأكبر؟ هل الكربون أكبر ولا الأكسجين أكبر؟ إحنا خدنا في الشابتر اللي فات إن الأتوميك راديوس بيتغير إزاي؟ بيزيد في الاتجاه ده وبيقل في الاتجاه ده. أي حاجة بتزيد كده لازم تكون بتقل كده، بيقل في الاتجاه ده. وإحنا لو رجعنا للجدول الدوري هنلاقي الكربون نيتروجين أكسجين ورا بعض في نفس الدورة، يعني طالما بيقل في الاتجاه ده يعني الكربون أكبر والنيتروجين أصغر شوية والأكسجين أصغر. طيب الأكسجين أصغر معناها إني أتوقع إن الـ CO تكون أقصر من الـ CC، وده فعلياً اللي موجود. الـ CC طولها أقوى 154 زي ما أنت شايف طويلة أهي، والـ CO طولها 143. الفرق ده جه منين؟ علشان ذرة الكربون أكبر في الحجم من ذرة الأكسجين. طب نكمل مع بعض. احنا خدنا الترندات اللي عندنا كلها في المرات اللي فاتت، هنبتدي نعرف ترند جديد اسمه الالكترونيجاتيفيتي او السالبية الكهربية. السالبية الكهربية بمنتهى البساطة هي عبارة عن قدرة جذب الذرة على الكترونات الرابطة. يعني لو عندي رابطة وعندي ذرتين مختلفتين فهي قدرة جذب الذرة لالكترونات الرابطة عندنا. على سبيل المثال لو عندي مركب زي ال HF اللي قدامك دوت، في ذرتين مختلفين ال H وال F وكونوا بينهم وبين بعض رابطة، ما رابطة تساهمية، فمفروض الالكترونات تلف حوالين ال F وال H يعني تقضي وقتها ما بين الذرتين الاثنين. ولكن ذرة ال F الالكترونيجاتيفيتي بتاعتها اكبر من ذرة ال H فهتجذب الكترونات الرابطة ناحيتها أكتر. فبدل ما الإلكترونات تقعد 50% من وقتها هنا و 50% من وقتها هنا، هتقعد وقت أطول شوية، وليكن مثلا هنا 70% من وقتها وهنا 30% من وقتها. ده هيؤدي لإيه؟ هيؤدي لإن المنطقة اللي حوالين الفلور يبقى فيها إلكترونات قاعدة أكتر شوية من الوقت، يعني كأن فيها إلكترونات أكتر، وهي المنطقة اللي عند الهيدروجين هيبقى عندها شوية نقص في الإلكترونات أو إلكترون بور ريجون، يعني بقى في منطقة غنية ومنطقة إيه فقيرة. المنطقة الغنية دي هيتكون عليها إيه؟ هيتكون عليها شحنة سالبة، طالما فيها إلكترونات أكتر فهيتكون عليها شحنة سالبة، فهنسمي الشحنة السالبة دي مش هتكون كاملة ولكن شحنة سالبة جزئية، بنرمز لها بالرمز اللي انت شايفه قدامك ده اللي هو دلتا. ده عبارة عن partial negative charge او شحنة سالبة جزئية، والتاني اللي هو الهيدروجين هيكون عليه شحنة موجبة جزئية. يبقى هيتكون شحنة موجبة جزئية على الهيدروجين وشحنة سالبة جزئية على الفلور. ساعتها الرابطة دي هنسميها ايه؟ هنسميها polar covalent bond، يعني رابطة تساهمية ولكنها رابطة تساهمية قطبية، اي لها اقطاب وليست متعادلة بصورة كاملة. ليه؟ لأن واحدة من الإلكترونات قدرتها على جذب الإلكترونات الرابطة أكتر من الثانية. يبقى الإلكترونيجاتيفيتي لما تكون في ذرة مور إلكترونيجاتيف هيتكون عليها شحنة إيه؟ سالبة جزئية، والليس إلكترونيجاتيف هيتكون عليها شحنة موجبة جزئية. يبقى الإلكترونيجاتيفيتي زي ما احنا شفنا هي عبارة عن قدرة الذرة لجذب إلكترونات الرابطة ناحيتها. طيب ده معنى إيه؟ يعني مثلا لو انا خدت اي خاصيه من اللي احنا خدناهم قبل كده زي الالكترون افينيتي وعرفناها على انها الطاقه المنطلقه او التغير في الطاقه اللي بيحدث لما الذره تكتسب الكترون، دي عباره عن قيمه ميجرابل يعني يمكن قياسها. تجيب الذره وتديها الكترون
شوف الطاقه اللي طلعت قد ايه. فدي قيمه ميجرابل يعني بتقاس، ليها وحدات والطاقه طالعه بوحده. اما الالكترونيجاتيفيتي دي عباره عن ايه؟ قدره جذب الذره لالكترونات الرابطه، يعني بتتقاس فين؟ في المركب، لازم يكون في رابطه عشان نقيسها. فدي قيمه ريلاتيف. ريلاتيف يعني ايه؟ يعني نسبيه، لازم يكون في رابطه عشان اقيسها، مش بكل ذره بقيسها منفرده، ولكن بقيسها ذره بالنسبه لذره ثانيه جوه مركب لما يكون في روابط. طيب اكتر ذره عندها الالكترونيجاتيفيتي هي الفلور، ودي ارقام الالكترونيجاتيفيتي اللي عندنا. طب الترند بتاعها ازاي او بتتغير ازاي في الجدول الدوري؟ زي ما انت شايف في من الليفت تو رايت بتزيد، ومن الايه ومن التوب تو داون بتقل. يعني زي ما انت شايف كده بيحصل لها ايه؟ في الاتجاه ده بتزيد وفي الاتجاه ده بتقل. تمام. طيب لو كانت في الاتجاه ده بتقل، فاكيد طبعا ده زي الترند بتاع الايونيزيشن انرجي مثلا، لازم تحط الترندات اللي شبه بعض مع بعض. المهم يعني هنا كده بتزيد وكده بتقل زي ما احنا شرحنا في الشابتر اللي فات. طب اذا كانت الحاجه بتقل في الاتجاه ده، معناها اكيد بتزيد فين؟ اكيد بتزيد في الاتجاه ده. يبقى حاجه بتزيد لفوق وبتزيد شمال، يبقى المفروض يكون اعلى قيمه ليها فين؟ المفروض اعلى قيمه ليها تكون في الكورنر اللي هنا. طبعا ده مكانه الطبيعي لما كنا بنتكلم على الترندات، مكانه الطبيعي هيكون فين؟ هيكون هنا. فالمفروض اعلى ذره تكون هنا، ولكن خلي بالك الذره دي ايه؟ دي ذره من الذره من عناصر المجموعه الثامنه. عناصر المجموعه الثامنه المفروض انها لا بتكون روابط ولا بتتفاعل حتى مع نفسها. فبالتالي ازاي اقيس لها الكترونيجاتيفيتي؟ عشان اقيس لها الكترونيجاتيفيتي لازم تكون كونت اصلا رابط. بالنسبه للمنهج بتاعنا عناصر المجموعه الثامنه لا تكون رابط ولا تتفاعل مع بعضها البعض، فبالتالي مش هي الحاجه اللي هيكون لها الكترونيجاتيفيتي لانها اصلا ما بتكونش رابط. فبالتالي اعلى ذره عندنا هتكون هي الفلور. لاحظ ان الكريبتون والزيون عملوا مركبات. تمام. ده معنى كده ان في بعض استثناءات للمعلومات اللي احنا واخدينها، ولكن ده ما يهمناش في الوقت الحالي ان ايه المركبات بتاعه النوبل جازز اللي بتتكون. خلينا في المعلومات المتاحه بالنسبه لنا، وهي ان النوبل جاز ما بيتفاعلش مع حد، وبالتالي فاكبر ذره عندنا هتكون هي الفلور اللي ايه عندها الكترونيجاتيفيتي عاليه جدا. طيب لو احنا كده عندنا انواع مختلفه من الروابط، نقسم الروابط دي من خلال الالكترونيجاتيفيتي ازاي؟ والله لو كان الفرق في الالكترونيجاتيفيتي كبير جدا، فالذره واحده فيهم هتشد الكترونات الرابطه ناحيتها اكتر من اللازم، فهيحصل ايه؟ فهتبتدي تتكون رابطه ايونيه، هيحصل انتقال كامل للالكترون. لو انا في ذرتين في رابطه والفرق في الالكترونيجاتيفيتي اكبر من او يساوي 2، يعني 2.1 اكبر من او يساوي 2، فالفرق ده كبير جدا، هيخلي ذره منهم تشد الكترونات الرابطه ناحيتها اكتر من الثانيه، فهتتكون رابطه ايونيه ويحصل انتقال كامل للالكترونات بتاعه الرابطه. طيب اما لو كان الفرق ده صفر، يعني الذرتين زي بعض في قدره الجذب، فهتتكون رابطه تساهميه بدون اي اقطاب على اي من الذرتين. طيب لو الالكترونيجاتيفيتي بقى الفرق بتاعها اكبر من الصفر، يعني مثلا 1/10، واقل من الاثنين، يعني 1.9 مثلا، تمام، 1.9، ساعتها هتكون ايه؟ هتكون رابطه تساهميه قطبيه، يعني في واحد فيهم هيكون عليه شحنه موجبه جزئيه وواحد عليه شحنه سالبه جزئيه. طبعا حسب الايه؟ الالكترونيجاتيفيتي. الذره المول الكترونيجاتيف هتجذب الكترونات الرابطه ناحيتها اكتر ويتكون عليها شحنه سالبه جزئيه. يبقى انا لو عرفت الالكترونيجاتيفيتي من الجدول اللي فات اقدر اقسم الروابط لانواع على حسب نوع الرابطه. لو كانت القيمه اكبر من الفرق بين الاثنين، بين الذرتين، بين القيمتين في الالكترونيجاتيفيتي اكبر من او يساوي 2، فدي رابطه ايونيه ويحصل فيها انتقال كامل للالكترون. اما اذا كانت بتساوي صفر فدي رابطه تساهميه، اما اذا كانت ما بين الصفر والاثنين فدي رابطه تساهميه قطبيه. طيب معنى كده ان لو جيتك مجموعه من الذرات كده قلت لك احسب بقى، قول لي الذره دي ايونيه ولا تساهميه، تاخد الارقام تطرحها من بعض، فالفرق اذا طلع صفر تبقى رابطه تساهميه، طلع اكتر من 2 تبقى ايونيه، طب لو طلع ما بين الصفر والاثنين، اقل من الاثنين واكبر من الصفر، تبقى تساهميه قطبيه. لاحظ ان في مركب زي ده انا مش محتاج اديك القيم بتاعه الالكترونيجاتيفيتي عشان تطرحها ليه؟ لان دي هي نفس الذره دي، فالقيمه هنا هي نفس القيمه هنا، فالفرق هيطلع كام؟ هيطلع صفر، يعني لازم تكون رابطه ايه؟ تساهميه، يعني اتش اتش
لازم تبقى رابطه تساهميه اف اف، طالما نفس الذره تمام اكيد رابطه تساهميه. هنا برضك خلي بالك ده ميتال مع نون ميتال، ومش اي ميتال، ده ميتال واحد من عناصر المجموعه الاولى مع نون ميتال من عناصر المجموعه السبعه، يعني الفرق في الالكترونيجاتيفيتي كبير قوي. واحنا واخدين ان عاده الميتال مع النون ميتال بتكون رابطه ايونيه، طالما انت واخد واحد من الناحيه دي مع واحد من الناحيه دي المجموعه الاولى والثامنه، الفرق في الالكترونيجاتيفيتي هيكون متوقع انه كبير قوي، فالرابطه هتكون ايه؟ هتكون ايونيه. انما مين اللي انا محتاج احسبهم؟ حاجه زي ده مثلا نون ميتال مع نون ميتال، او الفرق في الالكترونيجاتيفيتي مش كبير ساعتها، يعني مثلا واخد واحد هنا وواحد هنا مثلا، الفرق في الالكترونيجاتيفيتي مش كبير، فساعتها اشوف هل يا ترى دي هتكون رابطه ايونيه ولا تساهميه. محتاج احسب بقى الالكترونيجاتيفيتي الفرق بينهم كام، واذا طلع اكتر من اتنين تبقى رابطه ايونيه، اذا طلع اقل من اتنين تبقى رابطه ايه؟ تساهميه قطبيه. طيب جميل جدا، يبقى نقدر نحسب لاي حاجه، بس انت تديني القيم بتاعه الايه؟ الالكترونيجاتيفيتي، وابتدي اطرحها. اكبر من او يساوي اتنين رابطه ايونيه، اكبر من او يساوي اتنين عباره عن رابطه ايونيه، صفر رابطه تساهميه، ما بين الصفر يعني اكبر من الصفر واقل من الاثنين رابطه تساهميه قطبيه. طب كل ده يا جماعه ما اتكلمناش عن الهدف الاساسي بتاعنا في هذا الفصل، وهو كيفيه رسم لويس ستراكشر. عشان ارسم لويس ستراكشر في شويه قواعد بطبقها، ولكن انا افضل ان احنا ندخل على طول على التطبيق العملي علشان نناقش القواعد بشكل عملي بدلا من كتابه القواعد وقراءتها. هنبتدي نتكلم على مثال عملي على طول، ازاي نرسم لويس ستراكشر لمركب زي ال NF3، وايه الخطوات اللي انا بعملها عشان ارسم لويس ستراكشر للمركب ده. عشان ترسم لويس ستراكشر للمركب ده، اول حاجه تعملها او الخطوه الاولى هو عنده كام فيلنس الكترون. طبعا بمنتهى البساطه النيتروجين في المجموعه الخامسه هيبقى عنده 5 فيلنس الكترون، الفلور في المجموعه السابعه فهيبقى عنده 7 فيلنس الكترون، ودول 3 ذرات 7 في 3 ب 21 زائد 5 يبقى عندي 26 فيلنس الكترون. يبقى اول خطوه بعد الفيلنس الكترون اللي موجوده عندي في المركب، طلع عندي 26 فيلنس الكترون. احنا لما كنا بنتكلم كنا بنقول ان الذره بتحب يبقى حواليها 8 علشان تكون مستقره، فبالتالي كل ذرة من الذرات ديت عايز يبقى عندها 8 عشان تكون ذرة مستقرة. طب أنا عندي كام ذرة؟ عندي ذرة فلور، سوري، ذرة نيتروجين وثلاث ذرات فلور، كل ذرة منهم محتاجة 8. طب دول كام ذرة كلهم على بعض؟ 4 ذرات، وكل ذرة محتاجة 8، يبقى 4 في 8 بيساوي 32. يبقى الخطوة الثانية هي أنا محتاج كام إلكترون علشان اخلي كل ذره حواليها 8. طبعا كل ذره بيكون حواليها 8 ما عدا الهيدروجين والهيليوم، محتاج بس 2. يبقى تاني خطوه بعد انا محتاج كام الكترون، لقيت نفسي محتاج 32 الكترون. تالت خطوه تشوف العجز بقى، انا محتاج 32 ومعايا 26، يبقى العجز او الفرق بين الرقمين هو عباره عن 6. الخطوة اللي بعد كده هو انك تقسم العجز ده على 2 فيطلع لك عدد الروابط، يبقى 6 على 2 فيها 3 روابط. يبقى المركب ده محتاج ان انا اعمل فيه 3 روابط. عشان ارسم المركب لازم على الاقل كل ذرة تكون مربوطة على الاقل بذرة واحدة، يعني كل ذرة تكون مربوطة بذرة بربطة احادية على الاقل. طيب لو انا حطيت الذرة اللي عددها اقل في النص اللي هي نيتروجين، وذرات الفلور الثلاثة حواليها، وحاولت اربطهم بثلاث روابط، فممكن احط رابطة هنا ورابطة هنا ورابطة هنا، كده انا استهلكت الثلاث روابط اللي انا محتاج اقدر اعملهم ورسمت المركب بتاعنا. حطيت لكل واحدة رابطة احادية. طبعا لو انا محتار احط فين، يعني لو عندي عدد ذرات مش عدد كتير وعدد قليل، او انا محتار احط مين اللي في الذرة اللي في النص، اذا انت محتار انهي ذرة تحطها في النص، فطبعا للقواعد اللي عندنا الذره الليس الكترونيجاتيف هي الذره اللي بتتحط فين؟ في السنتر او في مركز المركب. طيب انا عشان اعمل الثلاث روابط دول كل رابطه منهم بتستهلك من الفالنس الكترون الكترونين عشان تتعمل،
وانا كان عندي 26 فيلنس الكترون. عشان اعمل الثلاث روابط دول يبقى استهلكت 6 من ال 26، يبقى فاضل معايا 20 فيلنس ايه؟ 20 فيلنس الكترون. ال 20 فيلنس الكترون دول كل الكترون منهم عباره عن ايه؟ عباره عن نقطه. المفروض ان انا اوزعهم بحيث ان كل ذره من دول يبقى حواليها 8. المفروض كل ذره يبقى حواليها 8. اذا كانت الذره عامله رابطه واحده يبقى الذره دي حواليها ايه؟ الكترونين. تبقى محتاجه ايه؟ محتاجه 6 من الفالنس الكترون او 3 لون بير علشان تبقى حواليها 8. طب لو الذره عامله رابطتين يبقى حواليها 4 الكترونات، تبقى محتاجه ايه؟ محتاجه 4 ها من الايه؟ من الفالنس الكترون عشان يبقى حواليها 8. طب لو الذره عامله 3 روابط، لو الذره عامله 3 روابط يبقى عندها 6 الكترونات، يبقى محتاجه ايه؟ محتاجه 2 او 1 لون بير. لو الذره عامله 4 روابط يبقى مش محتاجه حاجه لان هيكون حواليها 8. تعالى كده نطبق المعلومه البسيطه دي على المركب اللي عندنا، هنلاقي ان الذره دي عامله رابطه واحده يعني محتاجه 6 يعني 3 لون بير، وهنلاقي دي بردك محتاجه 6 ودي بردك محتاجه 6 لان كل واحده فيهم عندها رابطه واحده. اما ده عنده 3 روابط فمحتاج 1 لون بير بس يعني الكترونين 2. 6 في 3 ب 18 و2 ب 20 الكترون، يبقى عدد الايه؟ الالكترونات اللي فاضله كافيه انك توزعها بحيث انك تخلي كل ذره حواليها 8 الكترونات. وبكده نكون احنا رسمنا لويس ستراكشر بتاع المركب بتاعنا، ونقدر نشوفه بالشكل اللي انت شايفه. ده الشكل النهائي بتاع لويس ستراكشر للمركب دوت. طيب نقدر بقى ناخد مثال تاني للويس ستراكشر بتاعنا، وليكن المركب اللي احنا هنرسمه ده، وليكن مثلا مثال عندنا الكربونيت ايون، كابولي اتوميك ايون. الكربونيت ديت لما نيجي نعد ونعمل نفس الخطوات اللي احنا خدناها في المثال السابق، ناخد بالنا ان عليها شحنة، عليها شحنة. يعني لما اجي اعمل الخطوة الاولى اللي هي عايز اجيب عدد الفالنس الكترون اللي عندنا، هقول الكربون في المجموعة الرابعة عنده 4 الكترونات، اكسجين في المجموعة الستة 6 في 3 ب 18. بعد كده هنا بقى في ايه؟ في شحنة سالبة. شحنة سالبة يعني ايه؟ يعني ازود الفالنس الكترون كمان الكترونين. يبقى لو عندي شحنة سالبة هتزود عدد الفالنس الكترون، لو عندي شحنة موجبة هتقلل عدد الفالنس الكترون. يبقى 18 و2 من الشحنة 20 و4، يبقى معايا 24 فالنسي الكترون. 6 في 3 ب 18 و2 ب 20 و4 ب 24 فالنسي الكترون معايا. يبقى دي الخطوة الأولى إن أنا معايا 24 فالنسي الكترون. طب أنا عشان أحقق الأوكتت رول أو قاعدة الثمانية أعمل إيه؟ كل ذرة محتاجة 8. طب دول كام ذرة؟ 1 2 3 4، 4 ذرات. 4 في 8 ب 32. 32 ده اللي أنا محتاجه، 24 ده اللي معايا، يبقى العجز كام يا جماعة؟ العجز عبارة عن 8، نقسم العجز على 2 يطلع لي إن أنا محتاج أعمل 4 روابط، حط الذرة اللي عددها قليل أو الليس إلكترونيجاتيف في المنتصف، وابتدي اعمل حواليها 4 روابط مع الذرات اللي حواليها. اقل حاجه عشان المركب ده يكون ماسك في بعضه لازم يكون في رابطه احاديه كده بين ايه؟ من كل ذره والثانيه. طب الذره إيه؟ انا الحسابات بتاعتي بتقول ان انا محتاج اعمل ايه؟ 4 روابط. لكن انا عملت كده كام؟ 3. فاضل رابطه رابعه. يا ترى احطها فين؟ والله انا عندي كذا احتمال، ممكن احطها هنا وممكن احطها هنا واسيب الاثنين التانيين سنجل، او احطها هنا واسيب الاثنين التانيين سنجل. بقى في كده عندي كام احتمال؟ ها يعني ممكن احطها هنا، ده احتمال، احطها هنا ده احتمال، احطها هنا ده احتمال، والتلات احتمالات صح. التلات احتمالات صح. وجود اكتر من احتمال كلهم صح وينفعوا التلاته يرسموا لويس ستراكشر، بنسمي الظاهره دي يا جماعه بنسميها الريزونانس او الرنين، بنسميها الريزونانس او الرنين، وهي وجود اكتر من لويس ستراكشر كلهم صح. الشكل ده صح والشكل ده صح والشكل ده صح. طالما التلات اشكال صح ده معناه ايه؟ معناه ان الرابطه دي مثلا، عشان نوضح بس نغير اللون، معناه ان الرابطه دي مثلا
ها تلت وقتها بيكون دبل، وتلت وقتها بيكون سنجل، وتلت وقتها بيكون سنجل، يعني تلتين وقتها سنجل وتلت وقتها دبل. طب الرابطة التانية دي بتكون ايه؟ تلت سنجل تلت دبل تلت سنجل، يعني برضك تلتين وقتها سنجل وتلت وقتها دبل. والرابطة التالتة نفس الكلام. يبقى التلات روابط طولهم في الحقيقة قد بعض. ليه؟ لأن هم التلاتة عبارة عن تلتين وقتهم بيكون سنجل وتلت وقتهم بيكون دبل. عشان أوضح الكلام ده بشكل أدق، لو أنا قلت إن عندي سي سنجل بوند أو وطولها وليكن 2 انجستروم، وقلت عندي سي دبل بوند او، طبعا دي دبل يعني لازم تكون ايه يا جماعه؟ اقوى، يعني تكون ايه؟ اقصر، يعني وليكن الايه الطول بتاعها 1 انجستروم. ف الحاجه اللي في النص بالظبط اللي بين السنجل والدبل هتكون 1.5 ايه انجستروم. طبعا الارقام دي مش حفظ، انا الارقام دي جايبها بس كده ايه للتعريف، ومش مش دقيقه يعني. لو السنجل بوند طولها 2 انجستروم والدبل بوند طولها 1 انجستروم، هنا في المركب اللي هو الكربونيت ده طول الرابطه دي عباره عن ايه؟ دي بتقضي تلتين الوقت سنجل وتلت الوقت دبل، يعني مايله اكتر ناحيه مين؟ ناحيه السنجل، يعني طولها هيكون اكبر من 1.5 واقل من مين؟ من 2، يعني مثلا 1.6 1.7، مايل اكتر ناحيه السنجل عنها ناحيه الدبل. دي المعلومة اللي احنا نقدر نستفاد بيها من وجود كذا ريزونانس ستراكشر وكلهم صح. خلي بالك انا كده ما كملتش رسم لويس ستراكشر بتاعي، المفروض اكمل بقى الخطوات اللي احنا خدناها في رسم لويس ستراكشر. وده هيتم ازاي؟ هيتم عن طريق ان انا اخد مثلا اي ستراكشر من دول وابتدي اعمل ايه بقى؟ ابتدي احط الايه اللي هم النون بوندنج الكترون عليه. انا خلي بالك عشان اعمل اربع روابط اللي احنا اتكلمنا عليهم، ها انا عندي 24 فالنس الكترون، عشان اعمل بوندنج ادي رابطه والثانيه الثالثه الرابعه، اربع روابط، يعني استهلكت 8 من ال 24. فضل كام لما استهلك 8 من ال 24؟ يفضل 16. المفروض اوزع ال 16 دول على الذرات بحيث ان كل ذره يبقى حواليها 8. طيب الذره دي عامله رابطه واحده يبقى محتاجه كام؟ 6. دي عاملة رابطة واحدة يعني محتاجة 6. دي عاملة رابطتين يعني محتاجة 4. ودي عاملة 4 روابط يعني مش محتاجة ايه؟ مش محتاجة أي حاجة. طيب أنا هوزع ال 16 دول بحيث أحط 4 هنا اللي هم اللون بير دول، و6 هنا و6 هنا. 4 و6 10 و6 16، العدد اللي فاضل عندي يكفي إن أنا أخلي كل الذرات تبقى حواليها 8. يبقى دي الرسمة الصح بتاعت لويس ستراكشر بتاعنا. ندخل بقى على المثال اللي بعد كده، بيقول لك ارسم لويس ستراكشر لمركب اسمه النيتريك اسيد. هنطبق نفس القواعد بتاعتنا، تعال نشوف في كام فالنس الكترون عندنا. الهيدروجين في المجموعه الثانيه عنده 2، نيتروجين في المجموعه الخامسه عنده 5، الاكسجين في المجموعه السادسه 6 في 3 في 18 18 و سوري الاكسجين الهيدروجين في المجموعه الاولى عنده 1، تمام انا اسف، والنيتروجين في المجموعة الخامسة عنده 5، والأكسجين في المجموعة الستة عنده 6، 6 في 3 في 18، 18 و5 و1 يعني 6 في 4 ب 24، برضك عندي 24 فالنسي الكترون. يبقى أنا كده أول خطوة عديت الفالنسي الكترون الموجودين عندك. طبعًا أنت الجدول الدوري معطى عندك، تقدر تشوف كل ذرة موجودة في أنهي مجموعة. طيب بعد ما عدينا الفالنسي الكترون اللي عندنا، الخطوة الثانية أنا محتاج كام عشان أحقق الأوكتيت رول؟ محتاج لكل ذرة 8 ما عدا الهيدروجين كام؟ محتاج لها 2، يعني محتاج 8 على كل ذرة ما عدا الهيدروجين محتاج لها 2. 8 في 4 ب 32 و2 يعني محتاج 34 إلكترون. طب أنا معايا 24 ومحتاج 34، يبقى العجز عبارة عن 10 نقسمه على 2 يطلع عندي ان انا محتاج اعمل 5 روابط. محتاج اعمل 5 روابط عشان اكون المركب دوت. طيب المركب ده عشان يمسك في بعضه محتاج على الاقل رابطه واحده بين ايه؟ بين كل ذرتين، يعني محتاج على الاقل ايه؟ ادي 1 2 3 4، 4 روابط.
يبقى انا محتاج احط رابطه خمسه كمان زياده، احط رابطه خمسه كمان زياده. خلي بالك لو جيت احط الرابطه الخمسه في المكان ده هيعتبر غلط. ليه غلط؟ لان الهيدروجين ما ينفعش يكون الا احادي. طيب لو جيت احط، وكمان ما ينفعش الاكسجين يكون ثلاثي، الاكسجين لازم يكون ثنائي يعني يعمل رابطتين اتنين بس. طب لو جيت احط الرابطه الخامسه هنا، يعني مثلا جيت ما حطيتهاش هنا، حطيتها فين؟ هنا. ما ينفعش. ليه؟ لان ساعتها الاكسجين هيكون ثلاثي، يعني ما ينفعش احطها هنا برضك. الله، طب مين احطها فين يا جماعه؟ طب تعالى نجرب، ينفع احطها هنا؟ ينفع. ينفع احطها هنا؟ ينفع. في احتمالين بس، ممكن احطها هنا او هنا، والاحتمالين صح، يعني عندي اتنين ريزونانس ستراكشر، ممكن احط الرابطه هنا او احطها هنا. طيب ده بالنسبه واحد عارف ان الهيدروجين احادي والاكسجين ثنائي. طب بقيه الذرات اعرف الفالنس بتاعها ازاي؟ لسه هناخد حاجه اسمها الفورمال تشارج، ومن خلالها هنتكلم عن طرق لمعرفه الشحنه اللي على الذرات، ونستخدم الفورمال تشارج دي لوسيله للناس اللي مش عندها معرفه كبيره بالفالنسي او كل ذره بتعمل روابط قد ايه، ونستخدمها كطريقه تقدر تعرف بيها انهي ستراكشر يكون صح من غير ما تكون عارف التكافؤات. ولكن لازم تكون انت كحد ادنى عارف ان الهيدروجين احادي والاكسجين ثنائي. طيب بعد ما عملنا كده بقى، احنا كده يا جماعه ايه؟ عملنا خمس روابط. خمس روابط يعني استهلكنا كام؟ استهلكنا 10 الكترونات. 10 الكترونات اللي كان معايا كام؟ كان معايا 24. استهلكت 10 في عمل الخمس روابط، يفضل معايا كام؟ 14 الكترون. اوزعهم بقى عشان كل واحد يبقى حواليه كام؟ 8، ما عدا الهيدروجين يبقى حواليه 2. طب الهيدروجين بالفعل عنده 2 اللي هم الكترونين الرابطه دول. تعال نوزع بقى الباقي. الاكسجينه دي عامله رابطتين، يعني محتاجه كام؟ محتاجه 4. تمام، محتاجه 4. وده عامل 3 روابط، يعني لا سوري، ده محتاج عمل رابطه الثانيه الثالثه الرابعه، عامل رابطه الثانيه الثالثه الرابعه، عامل 4 روابط، مش محتاج حاجه خالص. وده عامل رابطتين يعني محتاج 4، وده عامل رابطه واحده يعني محتاج 6. تعالى كده شوف اللي انا محتاجهم، 4 و4 و6 يعني محتاج 14. يبقى عدد الالكترونات اللي معايا هيكفي ان انا احقق الاوكتت رول او قاعده الثمانيات على كل ذره. طبعا ده حوالي 4 هم، ادي واحده رابطه اهي، وادي الرابطه الثانيه والرابطه الثالثه والرابطه الرابعه اللي احنا ضفناها، ممكن تضيفها هنا او هنا، في الحالتين هيبقى ده حوالي 4 وهيحتاج 0. تمام، لو عملت هنا دبل بوند بقى ده حوالي رابطتين يعني محتاج 4، وده حوالي سنجل بوند يعني محتاج 2. لو عملت العكس هتبتدي ايه؟ تخلي ده الستة وده الاربعة، والاحتمالين صح. وبكده نكون رسمنا لويس ستراكشر بتاع المركب ده، وده هيكون الشكل النهائي بتاع لويس ستراكشر للمركب بتاعنا. طيب ازاي بقى نحسب الشحنة اللي على الذرة؟ الفورمال تشارج عشان نحسبها طبعا ليها قاعدة، ولكن انا افضل تطبيق القاعدة بصورة مباشرة عشان تفهمها بشكل كويس. لو انا خدت المثال ده، وده لويس ستراكشر بتاع مركب ما، وقلت لك احسب الفورمال تشارج او الشحنات اللي موجودة على كل ذرة. تخيل ان في بين الذرة والذرة التانية الروابط دي عبارة عن شركات، وتخيل كده ان هم اختلفوا مع بعض، ف كل واحد فيهم فض الشركة مع زميله وخد نصيبه في الإلكترونات بتاعة الرابطة. يعني مثلا دول 4 إلكترونات، لما نفض الشركة هنا ده هياخد منهم 2 وده هياخد 2، ولما ده عبارة عن رابطة واحدة إلكترونين، لما هنفضها ده هياخد إلكترون وده هياخد إلكترون. بعد كده تعالى نشوف، ما إن احنا فضينا الشركة، كل واحد يعد كده يشوف معاه كام إلكترون ويشوف هل هو كسب ولا خسر في عملية الشركة دي. يعني ده 1 2 1 2 3 4 و2 يعني 6، وده 1 2 3 4 5 يعني 5، وده 1 2 3 4 5 6 وده السابع. طيب الأكسجين كان في المجموعة الكام؟ في المجموعة الستة. بعد ما خرج من الشركة دي لقى نفسه عنده كام؟ 6 إلكترونات. كان معاه 6 وبقى معاه 6، مفيش حاجة اتغيرت، يبقى الشحنة بتاعته هتبقى كام؟ 0.
الأكسجينة التانية كان معاها 6 وبقى معاها 5، يعني فقدت أو خسرت إلكترون. طالما فقدت إلكترون يبقى الشحنة اللي عليها موجب 1. الأكسجينة التالتة كان معاها 6 وكسبت من الشركة بعد ما خسر، بعد ما فضوا الشركة عدينا الإلكترونات اللي معاها، لقينا معاها كام؟ 7. معاها 7 يعني اكتسبت إلكترون، زاد معاها إلكترون، يبقى الشحنة اللي عليها ناقص 1. يبقى أنا لو عدد الإلكترونات اللي عندي اللي هي رقم المجموعة فضل زي هو هو، يبقى الشحنة إيه؟ 0. إذا لقيت معايا إلكترونات أكتر يبقى الشحنة إيه يا جماعة؟ سالبة. إذا لقيت معايا إلكترونات أقل، يعني فقدت إلكترونات، يبقى الشحنة موجبة. دي الطريقة السهلة لحساب الفورمال تشارجز اللي عندنا. لو جمعت الفورمال تشارجز ديت اللي هي 0 + 1 - 1 يطلع المجموع الكلي كام؟ يطلع المجموع الكلي 0، وده اللي هو الشحنة الكلية اللي على المركب ده، لأن ده عبارة عن مركب إيه؟ مركب غير مشحون. زي ما أنت شايف المركب ككل ما عليهوش شحنة، الشحنة اللي عليه بتساوي 0. ناخد آخر مثال عندنا في المحاضرة النهاردة للفورمال تشارج. هنحسب فورمال تشارج لمركب عليه شحنة، وليكن المركب ده. تعال نحسب الفورمال تشارج بالطريقة بتاعتنا، نفض الشركات ونرجع لكل واحد نصيبه. يعني الشركة دي لما تتفض ده هياخد إلكترون وده إلكترون، دي لما هتتفض هياخد إلكترونين هنا وإلكترونين هنا، ودي لما تتفض ده هياخد إلكترون وده هياخد إلكترون. تعال نجمع كده، ها الكربون هيبقى حواليه كام؟ 1، 2، و2، يعني 4 إلكترونات. الأكسجين ده كان عندهم 6 نون بوندنج وخد 1 بتاع الرابطة، يبقى حواليه 7. والأكسجين ده كان عنده 4 وخد 2 من الروابط، يبقى حواليه 6. وده كان عنده 6 وخد 1، يبقى حواليه 7. تعال نحسب بقى الشحنات اللي على كل ذرة. نحسبها ازاي؟ ها الكربون في المجموعة الرابعة عنده 4 فالنس الكترون، وبعد ما الشركة اتفضت بقى عنده 4، يبقى الشحنة اللي عليه كام؟ 0، يعني مفيش حاجة اتغيرت. الأكسجين في المجموعة الستة، طيب الأكسجين الأولاني ده ها كان عنده 6 وبقى عنده 6، يبقى الشحنة اللي عليه كام؟ برضك ما اتغيرتش، 0. ولكن الأكسجينتين التانيين بقى عليهم 7، يعني زاد إلكترون، يبقى الشحنة اللي هنا ناقص 1 والشحنة اللي هنا ناقص 1. جمع كده الشحنات، 0 و0 - 1 - 1 بيساوي المجموع الكلي كام؟ بيساوي ناقص 2. مجموع الشحنات اللي على الذرات لازم تساوي الشحنة الكلية اللي على المركب. بما ان المركب ده مشحون فمجموع الشحنات طلع ناقص 2. وبكده يا جماعة نكون خلصنا المحاضرة دي. نتقابل ان شاء الله في المحاضرة الجاية ونكمل مع بعض القواعد بتاعت لويس ستراكشر والاكسبشنز بتاعتها، وازاي نستخدم الفورمال تشارج كوسيلة للتفاضل ما بين انواع او رسومات مختلفة من لويس ستراكشر عندنا. شكرا لحسن استماعكم، واللقاء في المحاضرة الجاية ان شاء الله.